أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات جود فود. النهاردة هنعمل مع بعض الشيش طاووق بطريقة جميلة جدا وجديدة جدا. الشيش الطاووق لازم بيكون بأفخاد الدجاج أو راك الدجاج المخلية زي ما انتم شايفين. طبعا عايز أخليها معاكم، بس عشان الوقت ما طولش عليكم في فيديو في القناة بطريقة الخلي، هحطولكم في صندوق الوصف. زي ما انتم شايفين القطع تكون بالشكل ده. اقطع معاكم عشان تعرفوا بتقطع ازاي. هنيجي عند منطقة الدبوسة، زي ما انتم شايفين الدبوسة كلها فصوص. هنيجي هنحسس على الفصوص زي ما انتم شايفين كده. ايوه كده حسسنا، لقينا فص هنقطعه كده. فص قطعناه كده، فص تاني قطعناه. صفحة الورك طبعا ايه، 3 اجزاء، ده جزء وده جزء، الاخير جزء، كل جزء ايه 2 زي ما انتم شايفين. اقطع تاني معاكم، خش على الدبوسة الفص. ايوه فص اهو، وده فص اهو، وده فص. في ورك فيه 4 فصوص، ورك فيه 3 حسب حجم الورك. انتوا شايفين القطعة عاملة ازاي، نحاول منخليهاش كبيرة اوي او صغيرة اوي عشان ايه تستوي معانا. هنعمل مع بعض التتبيلة الجديدة بتاعة الشيش طاووق. دي 1 كوباية لبن رايب احنا عملناه في البيت، جبنا حليب طازة من عند الراجل وعصرنا عليه 1 كوباية، دي عصرنا عليها 2 ليمونات وسبناها نص ساعة على جنب. كده الزبادي، طبعا في ناس تقول لك طب انت استخدمت ليه لبن رايب وبعد كده زبادي؟ لا، الاتنين عم يعملوا ميكس مع بعض بيدوا طعم حلو، وكل واحد ليه وظيفة. واحد ليه وظيفة ان هو بيطهي الفراخ من بره زي اللبن الرايب، واللي بيطهي الفراخ من جوه الزبادي. كده البهارات معانا 1 معلقة ملح صغيرة، 1 معلقة فلفل اسمر صغيرة، 1 معلقة بصل بودر صغيرة، 1 معلقة ثوم بودر صغيرة، 1 معلقة كركم صغيرة، 1 معلقة كاري صغيرة. وهحط لكم مكونات صندوق الوصف. طبعا لازم نحط الشيش طاووق في كيس ونحط عليه التتبيلة، وياهيت نحطه ليلة كاملة في التلاجة. ياهيت يعني الأحسن ليلة كاملة، مش عايزين تحطوا ليلة كاملة 4 ساعات، بس تحطوا عليه بدل ما 1 معلقة ملح صغيرة حطوا عليه 1 معلقة ملح كبيرة. هنقلب البهارات مع بعض. زي ما قلت لكم الزبادي ليه وظيفة واللبن الرايب ليه وظيفة، واحد بيطهي الفراخ من جوه واحد بيطهي الفراخ من بره، عشان احنا شايلين الجلد طبعا. والحركة دي عملناها مع بعض في الفراخ التندوري، الفيديو بتاعها واخده على القناة، هحطه لكم في صندوق الوصف. طبعا طريقة البهارات دي جميلة جدا، التتبيلة جميلة تحفة جديدة هتعجبكم. قلبها كويس. جبت طبعا كيس التلاجة، حط الفراخ فيه. دلوقتي الكمية دي 8 أوراق، 8 وراك، 8 فخود اللي انتوا عايزينه. حط عليهم التتبيلة،
كل وقت بالتاني وهي في التلاجة نقلبها زي ما احنا شايفين كده، يعني كل 3 ساعات لو انت هتقعدها الليلة كاملة، 3 ساعات كده ايه تقليبة حلوة كده. ويا ريت تخلوها ليلة كاملة أحسن. نحطها في التلاجة وأرجع لكم بعد وإحنا بنسويها. ده طلعناها من التلاجة زي ما انتوا شايفين. الأسياخ طبعا نقعناها، أقل حاجة نقعها ساعة في مية عشان ما تتحرقش مننا. هنسيخ الشيش، لازم نسيخه ايه زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة دي، يكون واقف كده عشان نحاول نقلبه على الجنبين، يعني هنا جنب ده وجنب ده زي ما انتوا شايفين كده. القطعة اللي احنا عملناها مناسبة جدا للسيخ. طبعا عايزين في التتبيلة تحطوا بصل ثوم براحتكم يعني، بس الليمون انا حطيت على اللبن الغايب ليمون زي ما قلتلكوا، حطيت ليمونتين على الكوباية بتاعة الحليب وسبتها نص ساعة بقت لبن غايب. هنزل لكم الفيديو في صندوق الوصف بتاع اللبن الغايب، هاحك كمان تمام جدا. ايوه القطعة ننزلها واقفة عشان ايه نقدر نقلب كويس. واحدة واحدة كده، معلش آسف صوتي مبحوح شوية عشان عندي برد. أنا هسيخ وأرجع لكم تاني. هنشوح الشيش على البوتاجاز في صينية زي ما انت شايفين كده، شوية زيت، تكون صينية أهم حاجة تكون ما بتلزقش، صينية تيفال، صينية فرن عادية. وأساس الشيش طبعا هي أكلة حديثة بتتعمل على الجريل. احنا هنعملها زي ايه، زي ما بنعمل زي الجريل بالظبط زي ما انتوا شايفين. لازم يكون الزيت قادح عشان الشيش ما يلزقش. هناخدها 10 دقايق على البوتاجاز، ونقلبها على الجنبين. وبعد ال10 دقايق هندخلها الفرن. وزي ما انتوا شايفين قلبناها، تقلب كل يعني تقلب على الجنبين لمدة 10 دقايق تاخد وش. دلوقتي دخلناها الفرن، ولعنا من فوق وتحت، هنخليها في الفرن بالظبط نص ساعة. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين الشكل النهائي، حاجة تحفة، حاجة تشهي على رأي اخواننا الشاميين. قدمناها مع رز بالخلطة. رز بالخلطة طبعا فيديو هتلاقوه عندنا برضه في القناة. وألف هنا وشفا، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وشكرا.